برعاية وحضور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة، أقيم اليوم الحفل الختامي للنسخة العاشرة من جائزة سموه لتكريم رواد العمل التطوعي الكوادر الوطنية في الصفوف الأمامية في مملكة البحرين، والتي تنظمها جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع عن بعد، وبحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات البارزة وسط اهتمام إعلامي كبير. وشهد الحفل تكريم 13 جهة رسمية من الوزارات والمؤسسات نظرا لإسهاماتهم المتميزة والبارزة خلال جائحة كورونا كوفيد-19 على مستوى مملكة البحرين. وقد شملت قائمة الجهات المكرمة كل من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19، رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للمرأة ووزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة شؤون الإعلام ووزارة شؤون الشباب والرياضة والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وهيئة تنظيم صندوق العمل تمكين. كما تم تكريم 19 متطوعا من الشخصيات البارزة التي ساهمت في الحفاظ على أمن وصحة المجتمع. وشهد الحفل تكريم 3 أعمال تطوعية فائزة بجائزة أفضل مشروع تطوعي بحريني. يسعدني أن أرحب بكم في الحفل الختامي لجائزتنا للعمل التطوعي من نسختها العاشرة، التي كنا نمني النفس أن يتجدد لقائنا الفعلي بكم لتوزيع جائزتنا للعمل التطوعي كمناسبة سنوية مهمة تتيح لنا الالتقاء بالنماذج المضيئة من قيادات العمل التطوعي الذين أثروا عالمنا بجهودهم النيرة وإسهاماتهم الكبيرة في هذا المجال. ولكن المرحلة الراهنة وتطوراتها المتعلقة بآثار جائحة كورونا كوفيد-19 الصحية العالمية حالت دون ذلك، ولا نملك سوى أن نرفع أيدينا إلى المولى عز وجل أن يرفعها عن العالم بأسرة في أقرب الأوقات. الحضور الكريم، ونحن نحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاق الجائزة، نستذكر ما حققته من نجاحات هائلة على المستوى المحلي والخارجي، وقد تواصلت الجهود في تطويرها في كل نسخة لتكون محققة للأهداف التي وضعت من أجلها، تقديراً وتفعيلاً للدور النبيل الذي يبذله المتطوعون في خدمة مجتمعاتهم، وبياناً لما تتيح الجائزة من تقدم ضخم وتحول كبير في النظرة العامة للعمل التطوعي ورسالته السامية. ورغم التحديات والظروف الراهنة التي يعيشها العالم كله بسبب تفشي جائحة كورونا كوفيد-19، فقد حرصنا على استمرار الجائزة من نسختها العاشرة وتخصيصها للكوادر الوطنية الماثلة في الصفوف الأمامية، وذلك تثمينا لجهودهم واعترافا بإسهاماتهم الكبيرة في التخفيف من تداعيات وآثار الجائحة. الحضور الكريم، إن تكريم هذه الكوادر المعطاءة التي قدمت أروع الملاحم في التضحية والإخلاص والحس الوطني العالي وتحمل العباء دون النظر إلى أي مردود مادي، يفتح أمامنا وأمام المواطن أبواب الرؤية الواضحة الجلية التي تهدف إلى تحقيق وترسيخ وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي والمسؤولية الوطنية. لقد وضعنا على عاتقنا مسؤولية كبيرة للاستمرار في مسيرة عامرة بالخطوات المتميزة والتي خطيناها بثبات خلال الفترة الماضية، فأصبحت لدينا خطط تطويرية لكافة الأنشطة والبرامج التطوعية والتنموية، إيماناً منا بأن هذه الخطط سوف تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتلبي التطلعات والرؤى المستقبلية لتواكب الطموحات التي نصب إليها وأن تصل إليه الجائزة من المستوى المأمول الذي أقيمت من أجله. وأننا من خلال التكاتف والتعاون المشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي نتطلع للوصول إلى الريادة في خدمة مجتمعاتنا العربية والنهضة بالأوطان من خلال استمرار العمل الموحد للجهود كمنظومة رائعة لتحقيق أهدافنا الإنسانية وتطوير العمل التطوعي عبر التأهيل وتدريب الإنسان العربي في برامج ومشاريع رائدة تطلع بها المنظمات العربية للنهوض بحركة العمل التطوعي. وفي الختام، أتشرف بأن أرفع أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان
لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الوالد العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، على توجيهاتهم السديدة في إدارة أزمة جائحة كورونا كوفيد-19 بكل حكمة واقتدار، واتخاذهم كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة هذا الفيروس ومنع انتشاره ومواجهة انعكاسات انتشار هذا الوباء العالمي على المستوى المحلي والداخلي بما يحافظ على صحة وسلامة وأمن واطمئنان المواطنين والمقيمين. وبهذه المناسبة نستذكر الدور البارز والكبير لصاحب السمو الملكي الوالد العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وتوجيهات سموه السديدة لرفع مستوى الجائزة والارتقاء بها، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وأن يعود إلى البلاد لاستكمال مسيرة الإنجاز والتطوير. وبالتأكيد فإن الشكر موصول للفريق الوطني البحريني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث شكلت قيادة سموه للفريق نموذجا عالميا في إدارة التحديات وشهد لها المجتمع الدولي بالكفاءة العالية، كما أننا نثمن الجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها لخدمة المواطن والمقيم والحد من انتشار الفيروس، منوهين بالجهود الكبيرة التي يبذلها أبطال قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ولرجال الأمن العام والدفاع المدني بوزارة الداخلية وللقائمين على المجلس الأعلى للصحة برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة وزارة الصحة وللكوادر والطواقم الطبية والتمريضية والإسعافية والإدارية المخلصة العسكرية منها والمدنية التي وقفت وتقف بكل شجاعة واقتدار وصمود في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الجائحة في المستشفيات والمختبرات ومراكز العزل والحجر والعلاج وفي المنافذ، وما يقدمونه من كفاءة وجاهزية عالية ومسؤولية وطنية مشهودة ومعان سامية للمواطنة الصالحة والمخلصة والتضحيات الجليلة في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والحملات التوعوية والإرشادية لحماية الوطن والمواطن والمقيم، لينعم المجتمع بالصحة والسلامة والعافية والاستقرار والأمان. لا يسعني أيضا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء جمعية الكلمة الطيبة والاتحاد العربي للعمل التطوعي على الجهود الكبيرة التي يبذلونها في خدمة العمل التطوعي والإنساني، ونؤكد استمرارنا في دعم وتبني الاستراتيجيات والرؤى التي ترسخ العمل التطوعي في مجتمعاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جانبهم فقد أشاد الحضور بدور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في دعم وتعزيز قيم العمل التطوعي وتأكيد سموه الدائم على الاهتمام به على كافة المستويات، وذلك اقتداء بالنهج الأصيل لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، مؤكدين أن جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة اكتسبت صيتا في الداخل والخارج كونها تعظم من شأن العمل الإنساني عام والعمل التطوعي خاصة كوجه من وجوه القيم التي نفتخر بها في مملكة البحرين. كما أشاروا إلى أن الجائزة تأتي في سياق المبادرات المجتمعية المؤثرة والمؤمنة بأهمية تعزيز قيم العمل التطوعي في بناء البحرين الحضاري، وشكلت على مدار عقد من الزمان محطة سنوية فارقة في مجال العمل الاجتماعي والتطوعي، وساهمت في تعزيز جهود مملكة البحرين في مجال التكافل المجتمعي على مستوى المنطقة. كما أكدوا أن توجيه سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لاستمرار تنظيم الجائزة وتخصيصها هذا العام لتكريم الكوادر الوطنية في الصفوف الأمامية يؤكد على تمتع سموه بحس وطني مسؤول، حيث جاءت هذه المبادرة لسموه بهدف مساندة الجهود الحكومية في ظل الظروف الراهنة وتعزيز الدور التكاملي مع الجهات الرسمية من جانب، وتتويج عطاءاتهم وتضحياتهم الوطنية المخلصة من جانب آخر.
هذا وقدمت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة أسمى وأصدق آيات الشكر والعرفان وجزيل الامتنان لصاحب السمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة، وذلك لاختيار وزارة الصحة للتكريم ومنحها جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي لتكريم الكوادر الوطنية في الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19. وعربت سعادة الوزيرة عن خالص مشاعر الفرح والسرور بمناسبة منح الوزارة شرف الجائزة، مؤكدة على أن هذا التشريف وسام فخر واعتزاز ودافع لبذل المزيد من العطاء والعمل في سبيل رفعة وتقدم مملكة البحرين الغالية في ظل قيادة جلالة الملك المفدى.